صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة الصباحية من صفحة تكمل العربية مباشرة على فيسبوك. معكم المحلل التقني والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. بهذه الجلسة ومع افتتاح اذا بدكم شمع التداول الجديدة يومية، عم نشوف او عم نشهد بعض التقلبات الضخمة اللي ممكن نكون عم ناخذها بعين الاعتبار، وايضا نكون عم نقدر نستفيد منها وضمن هذه التقلبات. هلا معظم الاشخاص بيقولوا انه ارتفاع اليورو دولار، انخفاض الاسترليني، ارتفاع العملات الرئيسيه بحددوا اتجاه واحد لعمله من العملات. هلا تحديد اتجاه لعمله من العملات يعني فرصه استثمار، ولكن هل يا ترى نحن كمضاربين قادرين انه نقدر نستثمر بشكل او اخر بكل التحركات او الموفمنت اللي ممكن تكون موجوده بالسوق؟ يعني نحن بشمعه يوميه على سبيل المثال بايه انخفاض اليورو دولار بحدود تقريبا 30 و40 نقطه. هل يا ترى ممكن نستفيد من ال 40 نقطة كلها؟ يعني امبارح بجلسة امس انخفض اليورو دولار من مستويات تقريبا 113 90 95 لمستوى ال 113 يعني 50 او 40. فبهذه الحالة هذا الانخفاض هل يا ترى ممكن نستفيد منه كله؟ طبعا لا، يعني نحن بشكل او اخر لازم نقدر نستفيد بشقفه من الانخفاض والارتفاع. هذه اذا بدكم الموف الصغيره او التحرك الصغير اللي عم نتكلم عليه هو التحركات اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار كمضاربه. هلا بالنسبه للتقلبات، في كثير اشخاص عم نشوف عم بيقدروا يدخلوا بمراكز شراء وبيع، ايضا عم بيقدروا يحددوا نقاط دعم ومقاومه. طبعا بهذه الحاله انا بقول انه التحاليل الكلاسيكيه ونقاط الدعم والمقاومه الموجوده عندي بالسوق، طبعا هذا الشيء ممكن يكون اساسي باخذه بعين الاعتبار، وخاصه في شهر ديسمبر. يعني على سبيل المثال اليورو دولار عم ينتظروا اذا بدكم انخفاض لزياره مستويات تقريبا محدده اللي هي اون افريج تقريبا او بمعدل مستوى ال 113 10 113 15. هذه المستويات كمعدل عم نتكلم نحن، بتلاحظوا انه عندي معظم المستويات المهمه جدا اللي عم نقدر ناخذها بعين الاعتبار، اذا في حال وصلها نتوقع انه ممكن يكون عندي ارتفاع من وراها، وايضا تقريبا مستويات مهمه جدا بالنسبه لمستويات تقريبا ال 114 خلينا نقول 40 114 50. هذه المستويات ايضا كمعدل عم بتكلم. اهلا وسهلا فيك استاذ عمر كارم، صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا الجلسه. لكن معدل اليورو دولار ايضا عم نتكلم كافريج، اذا بدكم عم بتلاحظوا كمعدل عند ارتفاع زوج اليورو دولار لزياره تقريبا مستويات ال 114 40 114 30. هذه المستويات عم بتكون تقريبا عم بتمثل خطوط مقاومه، وعم اذا بدكم ناخذها بعين الاعتبار كقمه او مقاومه رئيسيه لبدايه انخفاض ايضا من هذه المستويات. فعم نتكلم بافرجنج، هذا الافرجنج اللي عم نتكلم عليه بزوج اليورو دولار هو اللي لازم ناخده بعين الاعتبار، وخاصه في شهر ديسمبر. التقلبات بتكون تعرفوا انه شهر ديسمبر في كثير اشخاص انتبهوا بينطروه، يعني في كثير اشخاص بيتداولوا كل السنه ولكن بينتظروا شهر ديسمبر ليقدروا يجنوا بعض الارباح من هذه التقلبات شراء وبيع طبعا خطوط الدعم والمقاومه. فبتحولوا الاستراتيجيات التداول من استراتيجيات متقدمه من اليوت ويف، من فيبوناتشي، من داو جونز ثيوري، من كل هول الاستراتيجيات المتقدمه بتحولوها الى استراتيجيات كلاسيكيه، وهذه الاستراتيجيات الكلاسيكيه اللي بناخذها بعين الاعتبار ممكن نستفيد منها اللي هي خطوط دعم المقاومه، اللي هي بكل بساطه خطوط ميل خلينا نقول ترند لاينز. اوكي، فطبعا هذه الامور اللي عم نتكلم عليها هي امور لازم تكون رئيسيه وخاصه في تداول شهر ديسمبر. هلا هذا الافرجينج، اوكي صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم استاذ ياسر، اهلا وسهلا. لكن هذا التقلب اللي عم نتكلم عليه على زوج اليورو دولار وغيره من العملات الرئيسيه هي اذا بدكم المستويات او استراتيجيات الكلاسيكيه اللي عم نتكلم عليها، افرجينج يعني معدل. اوكي، فانا لما احط خط ازرق من ميلي فوق عم بتكلم تقريبا انه ممكن يوصل لمستويات مقاومه ويرجع ينخفض، ومعدل من تحت يوصل لمستويات دعم ويرجع يرتفع، وهذه التقلبات ضمن هذه المرحله. استاذ عمر، هل تعتقد ان البيتكوين يقل من خسائر القياسيه ولا يمكن نشوف خسائر اكثر؟ خلينا ندخل على تشارت البيتكوين. انتم بتعرفوا انه نحن بنقوم بتحاليل تقنيه اذا بدكم على البيتكوين ايضا بغض النظر عن الامور الكلاسيكيه خليني اقول. طبعا يعني انخفاض البيتكوين لهذه المستويات على المدى الطويل في عندي عده تحاليل، اوكي؟ يعني باخذ بعين الاعتبار على انتهاء اذا بدكم ثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي، لازم ناخذ بعين الاعتبار في بوناتشي اكسبانشن. خليني اقول لكم بس باستعمال التحاليل التقنيه اذا هل يا ترى استاذ عمر حيكون عندي نقاط مهمه جدا قرب هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها او ممكن يكفي اتجاه الهابط.
باستعمال، او خلينا نقول لما ناخذ على طول بسوق الفوركس ارتفاع حاد مثل هذا الارتفاع اللي شهدناه على البيتكوين، نتوقع انه هيدي تكون بيج اي او موجه اي الاندفاعيه، اللي هي نتوقع خلينا نقول ممكن تكون انتهاء فيرست سايكل. اوكي، فيرست سايكل يعني عم نتكلم مثل على سبيل المثال ارتفاع اسعار الذهب من 200 دولار للاونصه لزياده مستوى ال 1900 دولار للاونصه. هلا هذا الانخفاض بده يكون على سبيل اذا بدكم، او خلينا نقول على شكل ثلاث موجات اللي هي اي بي سي، ممكن نحددها باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن 1 2 3 اللي هي ويف اي. اوكي، ويف اي نرجع بنعلي الفيبوناتشي اكسبانشن على اليسار على اول قمه، بيرجع على ثاني قمه. اوكي، بنلاحظ انه بكل بساطه اصبح عندي اذا بدكم مستويات دعم او خطوط دعم واضحه عندي انه ثبتت مستويات ال 61%. اوكي، 61% عم بتشوفوا انه هذه المستويات، هذا رقم فيبوناتشي اللي هو 61%، هذا اول رقم عندي. تمام، اول رقم اللي هو 61% اللي هو باخذ بعين الاعتبار فيبوناتشي اكسبانشن وليس ريتريسمنت. عم بتلاحظوا كيف دخلت الاكسبانشن، شفتوا وينيه انسرت فيبوناتشي اكسبانشن على اول انخفاض على اول قاع، بندخل فيبوناتشي اكسبانشن بناخده على اليسار اللي هو على الكم اللي وصلت له البيتكوين على مستويات 19200، وبنرجع بنحدد نقطه على اليمين على ثاني قمه اللي هي وصل للسوق. اوكي، كنا لاحظنا انه وصلت البيتكوين لمستوى ال 61% اللي هي طبعا اول مستويات دعم لها رئيسيه او مهمه جدا. فمن هذه المستويات اتوقع انه ممكن نشهد بعض التقلبات ونرجع نزور خطوط الدعم الرئيسيه اللي كانت موجوده عندي بالسابق. شو يعني؟ يعني لما دخلنا نحن قبل ما يتم اختراق هذه الموجه الاندفاعيه كان عندي خطوط دعم رئيسيه، صح ولا لا؟ قرب مستويات ال 5800. 5800 كانت مستويات مهمه جدا. اوكي، ف 5800 عم نتكلم على نقاط دعم رئيسيه كانت تلامست معه البيتكوين، لا اذا بدكم مره اثنين ثلاثه اربعه وتم اختراقها. هذا السيناريو اللي عم بتكلم عليه هو نفس السيناريو، رح ضلني بالتحليل هلا اقول لكم شو رايي، ولكن نفس السيناريو اللي بتكلم عليه على اسعار الذهب. اذا بتلاحظوا الجولد اذا على رسم بيان الاسبوعي، اوكي، من ورا ما وصلنا ايضا لقمه مهمه جدا اللي هي تقريبا قمه 1900 دولار للاونصه، رجعنا انخفضنا ودخلنا بتقلبات ورجعنا دخلنا بقيعان مهم جدا. هذه القيعان اللي عم نتكلم عليها تم اختراقها، تمام؟ من ورا ما تم اختراقها رجعنا جربنا نعمل اعاده امتحان او شيء اسمه ريتست. اوكي، فبهذا الامتحان او اعاده الامتحان او الريتست نشهد موجه مضاده للاتجاه العام. اوكي، فهذا هو الخط الدعم اللي عم نتكلم عليه مثل البيتكوين، هذا الخط الازرق اللي تم اختراقه، اتوقع انه يكون عندي موجه مضاده له تجرب تعمل اعاده امتحان. فبدخولنا عن جديد للبيتكوين، اتوقع انه هذه خطوط الدعم اللي تم لمسها مره اثنين ثلاثه وتم اختراقها، نرجع نجرب نشهد موجه ارتفاع ولو ما وصلنا لمستويات ال 5800، ولكن لازم نرجع نجرب نشهد موجة ارتفاع اقله، نرجع نزور مستويات ال 4600 وال 4700 قبل ما نفكر بالاتجاه الهابط عن جديد. هلا انا رايي الشخصي على المدى الطويل، اوكي، ما بعمل هلا خط بالاتجاه الهابط بهذا الشكل، ولكن عم بعمله بشكل طويل اذا بدكم على طويل الامد. يعني على المدى الطويل اتوقع انه نرجع نزور مستويات ال 1000 دولار وطبعا ال 500 دولار على البيتكوين، وانا برايي انه ما في امل للارتفاع. ولكن قبل ما نشهد هذا الانخفاض على المدى الوسط للطويل، اتوقع يكون عندي هذه الموجه المضاده اللي هي ممكن نبتدي فيها من هذه المستويات اللي هي مستويات 3188 اللي تم تثبيتها اكثر من مره. هلا انخفاض هذا الاسبوع ممكن يهدى تقريبا قرب مستويات 3300، لانه 3300 هي مستويات ال 61% ليرجع يتم تثبيتها اكثر من مره لنرجع نفكر او يقدر يجمع مومنتوم وزخم كرمال ترتفع العمله الرقميه المشفره. فمستويات 3300 3340 3280 هذه المنطقه ممكن نرجع نزورها هذا الاسبوع اذا بدكم. اوكي، يعني عم نتكلم بجلسه اليوم او غدا كحد اقصى، ونرجع نبتدي بالارتفاع، او ممكن بدايه الاسبوع القادم. طبعا بده يكون عندي فرصه هلا يعني بدايه او افتتاح سنه جديده، ولكن اتوقع زياره هذه المستويات ومن ثم بدايه موجه ارتفاع. هلا اهلا وسهلا فيك. التحليل دولار ين واليورو كندي. اوكي،
الدولار ين. خلينا نشوف، كنا عم نبتدي بالعمله الرقميه او العمله الاوروبيه الموحده اليورو دولار، وكنت عم بقول لكم انه اتوقع من هذه او من وراء تثبيت هذه المستويات وباستعمال ايضا تحاليل او استراتيجيه اذا بدكم الافرجينج اوكي، او خلينا نقول خطوط الدعم والمقاومه باستعمال مستويات اذا بدكم او معدل رقمي للبيفوت بوينت، تلقب البيفوت بوينت. هذه هي تكنيكال وورد اللي بدي اتكلم عليها. البيفوت بوينت هي الرقم اللي هو بنرجع بنشهده على العمله نفسها اوكي كل ما يبتعد عنا. يعني البيفوت بوينت هي وسط الموفينج افريج، بغض النظر انه وصلنا لمستويات ال 61%، مستويات مهمه جدا، وممكن نتوقع هلا ارتفاع لزياده مستوى ال 114 30 عن جديد، بغض النظر عن هذا السيناريو اللي بدي اتكلم عليه. البيفوت بوينت بهذه الحاله اخذنا مرحله وسطيه اللي هي خط الدعم باللون الازرق عم تشوفوه من ميلة تحت، واخذنا مرحله وسطيه اللي هي كخط مقاومه من ميلة فوق. البيفوت بوينت هي بالوسط، ناخذ وسط هذه الخطوط الزرق اوكي، وسط خطوط الزرق، ومنحط بالنص خط ازرق ايضا بيفصل هذه الخطين او هول الخطين اللي هن خطوط دعم المقاومه. خط من بالنص اللي هو الوسط هو بيكون البيفوت بوينت. البيفوت بوينت هو الرقم اللي هو عم بشوفه اليورو دولار او حيلا العمله اللي عم نحللها عم بشوفه بشكل متكرر او بشكل اذا بدكم خلينا نقول دائم. يعني مستوى ال 113.80 هو المستوى اللي كل ما ننخفض تحته عم نرجع نرتفع لقلو، كل ما نرتفع فوقه عم نرجع نشوفه، صح؟ ارتفاع اليورو دولار لمستوى ال 114.30 بنشوف ال 113.80، انخفاض تحت ال 113.80 بنرجع بنشوف ال 113.80. فبهيدي الحاله عم نشتغل باستراتيجيه تداول اوكي افريجينج او مستويات البيفوت بوينت، وهذه استراتيجيه مهمه جدا وخاصة في شهر ديسمبر. فعم تلاحظوا هذه الاستراتيجية انه كل ما انخفض عم نرتفع ل 113.80 والعكس صحيح. هذه هي استراتيجيات اللي بدي اتكلم عليها بجلسة اليوم، وانا برأيي استراتيجية اكثر من مهمة ورائعة بتبسيط اذا بدكم يعني استراتيجيات التداول وايضا المضاربة بشهر ديسمبر. من وراء انتهاء خلينا نقول اليورو دولار، خلينا ندخل على الدولار ين. كنت بدي اتكلم شوي صغيرة على الدولار ين انا، وطبعا الدولار ين هو من العملات الرئيسية اللي قلت لكم انه ممكن تكون خلينا نقول تعتبر كملاذ آمن في ظل التشنجات. يعني الين الياباني عم بيكون في عنا طلب عليه كتير اوكي، وطلب على الين الياباني بيخلي اذا بدكم اسعار الذهب ترتفع شوي صغيره، لانه لما يصير في عنا طلب على الين الياباني المستثمرين بيعتبروا انه ممكن يكون عنا اذا بدكم تشنجات بالسوق، وهذه التشنجات بتؤدي الى طلب على الين الياباني اللي هو يعتبر ملاذ امن. هلا بالنسبه لي، بالنسبه للتحاليل التقنيه على المدى الوسط للطويل، اتوقع انه هذه الموجه اللي هي اكسباندنج اندنج تراينجل اوكي بهذا الشكل اندنج دياجونال يكون عندي اختراق من ميل تحت والاتجاه الهابط، وانتم بتعرفوا زياره مستوى ال 108 منتظره. ولكن على رسم بين اليومي ومن وراء تسجيل جلسه امس وشمعه امس اللي هي الخضراء تابعه على فريق الثيران، سجلت نمط احتوائي اكثر من رائع، سجلت مستوى وقعان اوطى من الشمعه اللي قبلها، اغلقت فوق افتتاحها، فبهيدي الحاله تلقب بنمط احتوائي او الانجولفينج باترن اللي هي احتوت الشمعه اللي قبلها، وهذا بيعني انه فريق الثيران هو الفريق المنتظر لسيطره اذا بدكم للسيطره على الشموع اليابانيه تبع على الدولار ين. فاتوقع من وراء هذا الانخفاض اللي عم نشهده هلا اللي هو يعتبر موجه تصحيحيه مضاده اوكي، نكون عم نلاقي خطوط دعم قرب مستويات ال 110 70 110 80، وباستعمال في مناطق من اخر قاع لاخر قمه اوكي بناخذ بعين الاعتبار مستوى ال 61% ومستوى ال 76.4%. هذه المستويات المنتظره اذا في حال وصلنا لها بالدولار ين اتوقع انه ممكن نرجع نشهد ارتفاع وبدايه موجه اذا بدكم موجه صاعده، وبهيدي الحاله بنكون سجلنا شبه نمط خلينا نقول شبه نمط الانفرس هيد اند شولدرز او الراس والكتفين. فاتوقع أن يكون عندي مستويات ال 76.4 اللي هي مستوى ال 110.50 خلينا نقول، مستويات مهمه جدا للدخول بمراكز شراء. فهيدي هي مستوى ال 110.50، ولكن لازم نحدد وقف خساره تحت اخر قاع، يعني مستوى ال 110.14 اذا تم اختراقه ممنوع نضلنا بمركز الشراء، كثير واضحه، لازم نحدد خسارتنا، لازم نقلص المخاطر تعرض وقف الخساره على حيلا مركز او فرصه استثمار نفتتحه، هيدي لازم نكون متفقين عليها. فطبعا مستوى ال 110.50 مركز شراء للدولار ين مع وقف خساره مستوى ال 110.14، هذا سيناريو مفترض للدولار ين على بدايه موجه صعود للدولار الامريكي مقابل الين الياباني. هلا
يعني عم نتكلم على ارتفاع الدولار الامريكي وضعف الين الياباني، هذا بيعني انه ممكن نكون وصلنا لقمه على اسعار الذهب. اسعار الذهب طبعا اذا في حال ارتفع الدولار ين يعني بيعني انه التشنجات اذا بدكم عم بتخف، بيعني انه الطلب على العمله الملاذ الامن اللي هي الين الياباني ايضا عم بخف، هذا بيعني انه ممكن نكون وصلنا لقمه على اسعار الذهب. اسعار الذهب وصلت لمستويات مهمه جدا، اوكي، اللي هي طبعا عم تداول قرب مستويات 50 او 61% في بناتشي من اخر قمه لاخر قاع، ولكن باخذ بعين الاعتبار السيناريو اللي هو اذا بدكم موجات اندفاعيه وموجات تصحيه، بكل بساطه نحن بنقدر ناخذ ستاندرد ديفيشن، اوكي، هذه طبعا تحاليل شوي متقدمه، نضغط انسرت شانل، اوكي، او نفق، اوكي، او شانل انسرت شانل ستاندرد ديفيشن شانل. ستاندرد ديفيشن شانل هي المؤشر وخطوط المقاومه ودعم المقاومه اللي هي بنقدر ناخذها بعين الاعتبار، اللي بتاخذ من اخر قاع بنضلنا ضاغطين عليها وبنضلنا عاملين ابورد موفمنت دراج، هي لحالها بتاخذ خطوط الدعم والمقاومه، اوكي؟ مش نحن بنحدد خطوط الدعم والمقاومه، نحن فقط بنضغط على القاع، اوكي، وبنعمل دراج او بنجر الماوس، اوكي، لا بالاتجاه الصاعد، هي لحالها بتعطيكم اذا بدكم خطوط دعم المقاومه. طبعا كثير اشخاص ممكن يستفيدوا من الستاندرد ديفيشن اذا ما بيعرفوا يرسموا خطوط دعم ومقاومه، بتمنى تكونوا عم تستفيدوا يعني منها بهذه الجلسه، انه ستاندرد ديفيشن هي من المؤشرات اللي بتحدد لي اذا بدكم افريجينج او متوسط خطوط الدعم والمقاومه، وليس خطوط دعم ومقاومه رئيسيه اذا بدكم، او خلينا نقول دقيقه على قمه وقاع الشمعة اليابانيه، لا، ولكن بتاخذ من اسمها ستاندرد ديفيشن، بتاخذ من اسمها معدل اذا بدكم خطوط دعم والمقاومه. هلا هذه المستويات اتوقع ان نكون وصلنا لقمه النفق على اسعار الذهب وبدايه موجه هبوط جديده. هذه الموجه الهبوط اذا كانت اندفاعيه مع بدايه سنه 2019 طبعا ممكن يكون عندي انخفاض وتسجيل قاعان جديده، فرح ارجع اعيد شوي صغير ستاندرد ديفيشن، في كثير اشخاص ممكن يعني يستعملوها، لكن ستاندرد ديفيشن ممكن تكون بحيالله اذا بدكم خلينا نقول بنستعمل اي قاع واي قمه، يعني اذا في حال انا بدي الاتجاه الهابط بعمل انسرت في بناء، عفوا، ستاندرد شانل، شانل يعني النفق، ستاندرد ديفيشن، اذا اخذتها من القمه للقاع بتلاحظوا انه بتعطيني اذا بدكم ستاندرد ديفيشن او قاع وموفينج افرجينج او اذا بدكم خطوط دعم ومقاومه بالاتجاه الهابط، اوكي؟ هلا بتلاحظوا انه طبعا هون عندنا اذا بدكم خطوط رياكشن عليها او رده فعل، اوكي، على هذه الخطوط، ولكن رجع تم اختراقها، ولكن اذا بدكم يعني مثلت خطوط مقاومه لانه رجعنا شاهدنا شمعه حمراء من هذه المستويات، فممكن ناخذها بعين الاعتبار، ولكن انا لانه عم نبش على اتجاه هابط وتقريبا نفق ميل على ارتفاع واختراق من ميل التحت، اتوقع انه الستاندرد ديفيشن والشانل ناخذها من اخر قاع ونعمل دراج بالاتجاه الصاعد، لحالة بتعطيني انه ممكن يكون عندي خطوط مقاومه على نقطة 1272 اللي هي مستويات مقاومة مهمة جدا. فبهيدي الحالة موجات اندفاعية تصحية وأيضا continuation trend أو تكملة اتجاه الهابط اللي هي طبعا تعطيني يعني إشارة سلبية لأسعار الدعم. هلا استاذ ياسر، الاسترالي دولار طبعا تكرم عينك، هلا من مر على الاسترالي دولار، ولكن في البدايه يعني اليورو كندي، اليورو كندي طبعا، خلينا ندخل على اليورو كندي لنشوف شو ممكن يكون عندي بعض التحاليل لليورو كات. خلينا نشيل ستاندرد ديفيشن، اوكي، اليورو كندي كان من العملات الرئيسيه والازواج اللي قلت لكم عنها انه عندي اذا بدكم انا على المدى الوسط للطويل مستويات مهمه وتعتبر بالليدنج دياجونال، ليدنج دياجونال او تلقب بالليدنج دياجونال، هي موجه اندفاعيه بأليوت ويف بناخذها بعين الاعتبار، ولكن هذه الموجه الاندفاعيه تلقب بموجه رقم واحد. كلنا بنعرف انه انخفاض موجه رقم واحد بموجات اليوت هي بتعني خمس موجات انخفاض، اوكي؟ يعني 1 2 3 4 5 هيدي موجه هبوط لموجات اليوت، اوكي؟ ولكن ممكن تكون على شكل ليدنج دياجونال اللي هي بمثلث ميل على انخفاض، وايضا تكون بهذا الشكل ويف 1 2 3 4 5 هيدي موجه رقم واحد، اوكي؟ تتضمن ايضا خمس موجات انخفاض ولكن على شكل ليدنج دياجونال. هلا ومع ارتفاع موجه اي بي سي الموجه المضاده نتوقع ان يكون عندي ارتفاع الموجه رقم اثنين، يعني هيدي موجه رقم واحد، هلا ارتفاع موجه رقم اثنين ومن ثم انخفاض موجه رقم ثلاثه.
هلا انخفاض موج رقم ثلاثة اندفاعية وأكثر من رائعة، ولازم ننتظرها ونستفيد منها. ولكن وين نقطة دخولنا؟ نقطة دخولنا بناخذ القمة والقاع، ولازم نكون إذا بدكم ارتدينا لمستويات ال 61% أو 76.4% في بوناتشي لنرجع نبتدي بالاتجاه الهابط ونرجع نعزز مراكز البيع. فبهيدي الحالة لازم نحن ننتظر مستويات مهمة جدا مثل مستويات إذا بدكم ال 156-80، ولكن لنكون دقيقين أكثر خلينا نلغي هذا السيناريو وندخل في بوناتشي من آخر قمة لآخر قاع. وبتدخيلنا لا في بوناتشي من اخر قمه في بوناتشي ريتريسمنت البسيطه اللي هي موجوده تقريبا هون دغري، ما بندخل لا انسرت ولا شيء، دغري موجود هون على الفيبوناتشي اذا عم تشوفوا فوق الاسعار. اوكي، نضغط عليها بنعمل دراج، بنضلنا ضاغطين من اخر قمه، بنضلنا ضاغطين عليها نزول لاخر قاع، وبهيدي الحاله بيطلع لنا مستويات ال 61.8% وال 76.4% اللي هي المستويات المنتظره لاخذها بعين الاعتبار لمستويات مقاومه ودخول بمراكز بيع. فاتوقع تكمله الاتجاه الصاعد لليورو كندي لزياره مستوى ال 156.80 157 157 20، هذه المستويات المنتظره لدخولنا وتعزيز مراكز البيع لبدايه موجه هبوط وموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط. فبالنسبه لنا اليورو كاد ومن وراء انتهاء الليدنج دياجونال، اتوقع انه هذه الموجه اللي عم نشهدها هلا هي ويف 2 او الموجه المضاده اللي هي نتوقع وصولها الى هذه المستويات. هلا بكل بساطه ممكن بعض المضاربين ياخذوا او يتسرعوا على دخولهم بمراكز البيع، وهذا الشيء غلط. لازم ننتظر مستويات مهمه، لازم ننتظر على رسم البيان الاسبوعي. بعرف كثير اشخاص بينتقدوا هذا الموضوع انه انت على طول بتحلل رسم البيان الاسبوعي وعلى طول الرسوم البيانيه بتكون على المدى الوسط للطويل، ولكن اذا انا بدي اخذ مستويات بيع اوكي اقله ابتدي بالرسم البيان الاسبوعي، اخذ اقله اريا. شو يعني اريا؟ يعني منطقه ممكن الوصول اليها اوكي لنرجع نفكر بمراكز البيع. من وراء ما يوصل اليورو كاد او هذا الزوج، من وراء ما يوصل لمستويات البلو بوكس او الخط الازرق اللي هو بين مستوى ال 156.80 وال 158، عند وصوله لهذه المنطقه ساعتها انا بصغر التايم فريم لرسم بياني يومي، لرسم بياني 4 ساعات، لاخذ اشاره من الرسوم البيانيه على التايم فريم الاصغر كرمال لا اقدر انا استفيد وادخل كمضارب. اوكي، ولكن في البدايه بعمل تحاليل على رسم بين الاسبوعي على المدى الطويل قبل ما ارجع افكر وبدايه اذا بدكم دخولي بمراكز بيع. هيدا للدولار كاد، اليورو كاد عفوا. خلينا ندخل على الاسترالي دولار. الاسترالي دولار الكوموديتي كارنسي، انا كانت الاسترالي دولار هي من العملات اذا بدكم الاكثر من رائعه، واتوقع انه ممكن اذا بدكم اقدر استفيد من تحركاتها بشكل اكبر واكثر من غيرها. على طول الاسترالي دولار هي من العملات الرئيسيه اللي بتكون واضحه، يعني لما تعطيني اشاره بيع بينخفض السوق، لما تعطيني اشاره شراء بيرتفع السوق، لانه حجم التداول شوي اقل من غيرها. يعني عم نتكلم على اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده، عم نتكلم على حجم تداول ضخم على فوليوم ضخم، ولكن الاسترالي دولار هم العملات الرئيسيه اللي عندي بعض اذا بدكم السيناريوهات الواضحه بتكون سمبل عليه. ولكن بالوقت الحالي عم نعمل اكستنشن وامتداد للموجات. هلا من اخر قاع خلينا اقول لكم شوي صغيره شو اللي صار عندي. اوكي، اللي صار عندي بكل بساطه انه من ورا ما وصلنا لقاع مستوى تقريبا 0.67-90 او 0 خلينا نقول 68 على السوا، وصلنا لمستويات مهمه وابتدينا بالارتفاع. هلا من وراء الارتفاع سجلنا 3 موجات تصحيحيه وضخمه عندي. اول موجه انتهت قمتها قرب مستويات 0.878، رجعنا دخلنا بمرحله افقيه بامتياز بشكل مثلث، وهذا المثلث كان يلقب بموجه بي. اوكي، ويف بي. هلا من وراء انتهاء ويف بي رجعنا ارتفعنا بموجه وسجلنا قمه جديده اللي هي تقريبا قرب مستويات 0.80. فهيدي تعتبر 3 موجات تصحيحيه. نحن بموجات اليوت وبدراسه موجات اليوت، 3 موجات تصحيحيه تعتبر موجه تصحيحيه ضخمه. اوكي، يعني انا اذا في حال بدي ابتدي ب3 موجات تصحيحيه، عندي 3 موجات تصحيحيه اللي هي 1 2 3. اوكي، 1 2 3. هلا اول موجه تصحيحيه اللي شهدناها، شهدنا فيها 3 موجات ارتفاع اللي هي دبليو اكس واي او 1 2 3. هيدي اول موجه تصحيحيه ضخمه اللي هي تلقب ب اي، بيج اي. اوكي، بيج اي.
هذه بيج اي اللي عم نتكلم عليها هي اول موجه تصحيه، ومع انخفاض الموجه المضاده لمستويات فيبوناتشي تقريبا 80% اوكي او 88%، تلقب بويف بي او موجه بي اللي هي ممكن قد انتهت عندي قرب هذه المستويات اوكي. وويف بي اللي عم نتكلم عليها ممكن تكون عم بتثبت كعامل مهم جدا قرب مستويات ال 88.2%. ال 88.2% للاسف هي بعد تقريبا 60 نقطه من هذه المستويات، يعني ممكن كحد اقصى نشهد بعد انخفاض للاستر دولار مستويات ال 69 80 اللي هي تقريبا بعد انخفاض 60 او 70 نقطه من المستويات او الارقام الحاليه اوكي لتثبيت مستوى ال 88.2%، ومن ثم بدايه موجه ارتفاع اوكي لويف سي او الموجه سي اللي هي راح تكون عندي اذا بدكم اعلى من كم اي اللي هي اعلى من مستوى 0.81. فالاستر دولار على المدى الطويل طبعا عنده امل بالارتفاع، عنده امل بموجه صعود اكثر من رهيبه اوكي، عفوا هيدي ليست بهذا سي لازم تكون اوكي. فبهيدي الحاله بدنا نلاقي نقطه دخول مميزه على المدى الطويل على الاستر دولار. هل يا ترى مستوى 88% اذا في حال ما هدى وما كان عندي خط مقاومه او خط دعم رئيسيه خلينا نقول قرب هذه المستويات، هل يا ترى ممكن نعمل كعان جديد؟ طبعا ممكن، يعني اذا في حال عم نبتدي انخفاض لزوج خلينا نقول اليورو دولار من مستوى ال 114 لمستوى ال 108، الاسترليني دولار من ال 126 لمستوى ال 121، عم نتكلم على الاستر دولار اللي يا ترى ممكن يخترق قاعان جديده ويسجل مستويات تحت ال 067، طبعا ممكن، يعني عم نتكلم على اختراق قاعان جديده وتسجيل قاعان جديده. اخر امل للاتجاه الصاعد وللسيناريو الايجابي هي مستويات 06980 اللي هي مستويات ال 88.2% فيبوناتشي. فباخذ بعين الاعتبار هذا السيناريو على الاسترالي، لازم تاخذوا بعين الاعتبار ايضا سيناريوهات قريبه او متشابهه للعمله الاوروبيه الموحده اللي هي اليورو او الاسترليني. شو يعني؟ اللي عم جرب لكم اياه انه انخفاض الاسترلي دولار لهذه المستويات 06980 رح تخلي اليورو دولار والاسترليني ينخفض شوي، ولكن اختراق مستوى 88.2% على الاسترلي دولار رح يعطي اشاره بيع على اليورو والاسترليني واسعار الذهب. وهيدا هو السيناريو اللي انا عم بتوقعه بصراحه. انا علي انه اعطي سيناريو مفترض ايجابي وسلبي كرمال الاشخاص اللي عندهم مراكز شراء يعرفوا وين وقف الخساره تبعهم، ويعرفوا انه وين اخر نقطه واخر امل للسيناريو الايجابي اللي ممكن يتوقعوه. فمستوى ال 88.2% في بوناتش هي اخر امل لفريق الثيران وللبولز للاسترالي دولار والعملات الرئيسيه. ولكن السيناريو انتم عارفين انه انا مصر على افتتاح السنة الجديدة اللي هي سنة خلينا نقول 2019 اوكي بسيناريو سلبي للعملات الرئيسية والاسعار الذهب، وسيناريو ايجابي للدولار الامريكي وللمؤشرات الامريكية. كنت عم بقول لكم باكثر من جلسة انه اتوقع بداية اذا بدكم اوكي يعني اتوقع انه ممكن يكون عندي بداية انخفاض لا الاسترالي دولار ولا اليورو ولا استرليني دولار ولا اسعار الذهب عند بدايه سنه 2019 اللي هي بفجوه سعريه ما فينا نحن نغض النظر عن افتتاح شمعه سنويه اوكي. شمعه سنويا يعني هل اغلاق هذه السنه بعد 3 أو 4 ايام، اغلاق السنه وافتتاح سنه جديده، لا نتوقع انه ممكن تكون هيك افتتاح بشكل اذا بدكم بسيط. اتوقع يكون عندي فجوات سعريه، اتوقع انه يكون عندي اذا بدكم جابس. مشان هيك نصيحتي لكم غلقوا كل المراكز اللي عندكم اياهم قبل نهايه السنه، وطبعا كرمال اذا بدكم قلص المخاطر من افتتاح فجوات سعريه جديده بسنة 2019. فأتوقع أن العملات الرئيسية تفتح بالاتجاه الهابط، والدولار الأمريكي يكون عنده فجوة سعرية بالاتجاه الصاعد، ويبتدئ آخر موجة ارتفاع لتسجيل قمم جديدة وموجة اندفاعية جديدة. فبهذه الحالة بعد عندي لو ميسنج لاج، ميسنج لاج يعني موجة ناقصة بالاتجاه الهابط اللي هي ممكن نسجلها على العملات الرئيسية، لتثبيت على اليورو دولار مستوى 108-107، لتثبيت مستوى 1120-1140 على أسعار الذهب، لتثبيت مستوى 121 وال120 على استرليني أو جي بي بي يو اس دي. فبهذه الحالة نتوقع بعد موجة هبوط. هل يا ترى ممكن نرجع نشهد موجة صعود قبل هذا الهبوط؟ طبعا وارده من هلا بجلسه اليوم، بجلسه غدا، وطبعا نهار الاثنين، يعني من هلا لنهايه هذه السنه بعد 3 4 ايام اتوقع ان العملات الرئيسيه يكونوا عم بشدوا
أكثر من غيرهم. أتوقع ارتفاع إذا بدكم اليورو بشكل بسيط، ارتفاع استرليني، ولكن شيء بشكل إذا بدكم ملحوظ أو بسيط. أنتم عارفين إنه المركز اللي داخلين فيه نحن هو مركز بيع الاسترليني دولار، مركز بيع استرليني دولار سيل 0.5 أو نصف عقد الاسترليني دولار على مستويات 126.94 وقف خسارة 128، تيك بروفيت أو تحديد ربح على 122.50. هلا عندي ربح تقريبا بحدود ال 218 دولار. أنا بجلسة أمس كنت دخلت بمركز بيع الاسترليني دولار وبعدني متمسك فيه، ورح ضلني متمسك بمركز استرليني دولار من هلا للسنة الجديدة، لأنه أتوقع انخفاض العملات الرئيسية بعد أكثر، وطبعا تسجيل قانون جديد. هلا بالنسبه لي وقبل ما انهي هذه الجلسه، حابب مر على الكالندر او الاجنده الاقتصاديه اللي هي طبعا رح تكون عندي اذا بدكم بعض الاخبار المهمه على الولايات المتحده اللي هي جوبلس كليمز والهاوس برايس اندكس. يعني عم نتكلم على هاوس برايس اندكس، عم نتكلم على خلينا نقول المعدل الهوم سيلز او الهاوسينج او البيوت، اذا في حال عم بيصير عنا اذا بدكم سيوله وضخ اكثر بالمنازل، وطبعا بيع اكثر بسوق العقارات، فبهيدي الحاله طبعا والاسعار اذا بدكم او تضخم وغلى الاسعار، فبهيدي الحاله ممكن تاثر على الدولار الامريكي بشكل مباشر. والكونسيومر كونفيدنس، كونسيومر كونفيدنس يعني اذا بدكم خلينا نقول التاجر او مش التاجر، خلينا نقول الصرف، اوكي، او يعني السيوله اللي عم تبرم بالبلد، اذا هل يا ترى الاشخاص والشعب مرتاح ب اذا بدكم صرف المال على الامور الغير رئيسيه. يعني عم نتكلم على الامور غير الماكولات وغير الشلتر او البيوت او غير التياب، فبهيدي الحاله عندي امور بتكون ثانويه، اوكي، مثل السيارات، مثل التليفونات، مثل الجوال، مثل الى اخره. فبهيدي الحاله كل ما يزيد المصروف على هذه الامور بكون عندي اذا بدكم ثقه اكثر للكونسيومر او خليني نقول للاشخاص اللي عم يصرفوا، وبهيدي الحاله بكون عندي ثقه اكثر بالدولار الامريكي. هلا بغض النظر من اخبار كثير مهمه خليني نقول او بيانات مهمه ممكن ترج السوق، لا، ولكن لازم ناخذها بعين الاعتبار لنشهد بعض التقلبات اذا بدكم على سوق الفوركس. انا بتشكركم كثير وبتشكر متابعتكم ودعمكم لنا بشكل يومي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو، وانا بشوفكم بجلسه بعد الظهر، كان معكم محل تقنية جزر ظهرية من شركة تكمل مباشرة. إلى اللقاء.